وفي ولاية سيدي بلعباس نظم اليوم عمال المؤسسة الاستشفائية لطب النساء والتوليد وقفة تضامنية مع المدير بعد تعرضه لمضايقات من قبل أشخاص خارج المؤسسة لكشفه فضيحة مخزن سري للأدوية وأدوات طبية بمصلحة الولادة وتوقيفه للقابلة الرئيسية المتهمة في قضية المخزن. تغطية صحيح عاشور. حنا رانا باغيين الاحسن يقعد مدير ديريكتور تاعنا، هذا المدير من اللي جابوه سيدي بلعباس رانا غايه، رانا الحمد لله رانا نخدموا، قلع لنا الحق راه كنا حق كانوا حاقريننا، راه قلع الفساد، هو كي قلع الفساد ما بغاوش يخلوه، راه يحارب في الفساد. سبب الضغوطات اللي راها تصرى في الاداره، راهم يجوا تحرشات، تعديات لفظيه بسبب الحادثه اللي قمنا بها، والحمد لله كلش موثق بالوثائق، احنا ما تهمناش الشخص، قلنا له انتايا سارق، احنا قمنا بالعمل تاعنا كامن داخلي، هذه المؤسسه راه فيها رئيس الاطباء في المستوى، راه فيها مدير في المستوى، راه فيها ايكونوم في المستوى، يخلونا نخدم. احنا رانا باغيين الاحسن يقعد مدير ديريكتور تاعنا.